تعالى بقى اخدك لموضوع كده بعنوان حاميها حراميها. حاميها حراميها ده معناه اني هكلمك عن مجموعه من الهجامه واللصوص والبلطجيه بيهجموا على بيوت المصريين، المفروض انهم بيطبقوا القانون، اسمهم امن الدوله او الامن الوطني او الشرطه المصريه. يمكن لما كنا بنقول اقتحام بيوت السياسيين والمعارضين وسرقة محتوياتها كانت بتطلع الإعلام أو بتطلع الداخلية بتنفي ما خدناش حاجة وما سرقناش حاجة، بيخشوا البيت كأنهم مجموعة من الرعاع، مجموعة من البلطجية، مجموعة من الهجيمة، بيخشوا ياخدوا الأخضر واليابس، يسرقوا الذهب، موبايلات، كمبيوترات، ملابس، اكسسوارات، اي حاجة بيخش رجالة الشرطة بيت المصري عشان يقبض عليه او يبحث عنه بيسرقها ويحطها في جيبه. وطبعا مفيش باشا في بلدنا بيتحاكم. ست مصرية من المنوفية بتشتكي سرقة مبلغ ضخم من بيتها لحظة القبض على زوجها. زوجها جنائي مش سياسي، راحت الشرطة عشان تقبض عليه، متهم في القضايا فسرقوا، بقوا متهمين زي لك. أن تتخيل أن الدولة اللي رايحة تقبض على واحد سارق أو واحد هجام أو واحد بلطجي بتمارس نفس السلوك. البيه الضابط اللي دخل يقبض على البلطجي بلطج على أسرة البلطجي، البيه الضابط اللي داخل يقبض على الحرامي سرق الفلوس اللي موجودة في بيت الحرامي. البيه الضابط والبيه أمين الشرطة والعساكر اللي بيقولوا عليهم عساكر غلابة اللي بيخشوا يلقطوا رزقهم وحياتهم كلها سحت وكلها حرام وكلها أكل مال الناس بالباطل، راحوا يقبضوا على واحد عشان عمل جريمة فارتكبوا جرائم كتيرة، منهم ترويع المواطن وكسر بيته وإتلاف المحتويات وسرقة ونهب كل اللي موجود في البيت. الكلام ده مش بيقوله حد معارض ولا حد سياسي عشان يطلع السيسي وإعلامه يتهموهم إنهم بيكذبوا. دي ست من المنوفية جوزها جنائي، دخلت الشرطة بيتها فسرقت محتوياته. اتفرجوا على شرطة بلدكم بتعمل ايه في ولاد بلدكم. هكمل لحضراتكم بقية البهدلة والمهزلة اللي بتحصل في الشعب المصري من حكومة الرئيس السيسي، من الداخلية اللي هو قال هتتحسن وقال الشرطة والشعب ايد واحدة.